يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الأشخاص يسلم علي ويقول لي بركة يا شيخ، ويقبل يدي ويقبل يده التي لمست يدي، وإذا قلت له وأنكرت عليه يقول هذا ليس فيه شيء، فهل هذا ليس فيه شيء؟ كيف؟ يقول أحد الأشخاص يسلم علي ويقول بركة يا شيخ، ويقبل يده التي لمست يدي، وإذا أنكرت هذا من الغلو، هذا من الغلو والتبرك بالمخلوق، ولا يجوز هذا، انصحوا عن هذا العمل. نعم، هذا من الغلو والتبرك بالمخلوق. نعم.